في المذكرة التي تم مناقشتها عن هذه الصحف أن هناك عدد من الكتبة حقيقة الأمر يتقاضون أكثر من راتب من موازنة واحدة، يعني تلاقي رئيس في الدائرة الفلانية ويأخذ من هنا ويأخذ من هنا ويأخذ من هناك. لا يعقل أن يكون شخص واحد، أن يكون هناك شخص واحد يتقاضى أكثر من راتب من في موازنة واحدة. جميل. لا بالدول المتقدمة ولا بالعالم الثالث ولا أيضا بالدول اللي عبد الجليل. أستاذ جميل النمري دقيقة. يا أستاذ جميل، إذا في مراجعة وزير الصحة تقدر أنتوا يا برا يعني أرجو. فسعادة سعادة الرئيس هذه المبالغ عالية جدا، وقلتها مرارا وتكرارا، إذا كانت هناك أي جهة تريد أن تجعل كاتبا لها في جريدة الرأي أو الدستور أو أي جريدة أخرى، معلش بس ادفع راتبه من جيبتك، ليس على حساب هؤلاء الناس الذين يريدون أن يعتاشون من خلال عملهم. لا يعقل أنك تعين مديرا عام لعقده مدة سنتين وبعد 4 شهور تفصله وبتعطيه 65,000 دينار. نعم المدير العام في هذه في جريدة الرأي. لا يعقل يا أخوان أن هناك مستشار يتقاضى 50,000 دينار، وأنا حينما أتحدث بالأرقام ترى الأرقام عندي والأجوبة حصلت عليها قبل أن أرسل السؤال، ولهذا أتحدى إذا كان هناك جواب غير جواب، والأدلة ما بين يدي. لكنني نعم يا جميل، يعني غيرنا وزير سياسي، خلينا نستدعي الجلسة، لا يجوز، ما أنت أكثر من يوم تحافظ على النظام أكثر من مرة ترى. ولهذا يا سعادة الرئيس أستاذ باسل يا إخوان، ولهذا يا سعادة الرئيس في مراجعات برا يعني فضل. ولهذا يا سعادة الرئيس إن الجبال من حصى، نوفر هنا ونوفر هناك في المحصلة سيكون هناك توفيرا في هذا الموضوع. الإنفاق 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 بإنجاز أستاذ الإنفاق المنفعة التدفيع الذي اعتادت عليه الحكومات السابقة على التدفيع على تدفيع الأشخاص، وهذا التدفيعات التي أوصلت الأردن إلى ما وصلنا إليه والله من باب التدفيعات. سؤال ولهذا عبد الجليل، حقيقة الأمر أنا لا أريد إجابة من الوزير لأن الإجابة عندي، ما تحدثت به صحيح، ووزيرنا وزير محترم، وأيضا أنا بقول لرئيس الحكومة أقول لرئيس الحكومة أقول أن الفساد لابد من أن يحتاج إلى دورة قبس حتى يصل إلى القيعان فيحارب الفساد من جذوره، وأنا أعلم بأن هذه الدورة ليست معك، أنت تسبح على السطح، فلهذا لا كلف الله نفسا فوق طاقتها، ولهذا أكتفي بهذا السؤال كما وردني من وزير العمل وعدم إطالة الوقت. شكرا سعادة الرئيس. شكرا لك.